جميلة هاد بلاصة في الصف الثاني تفضلي. الإعلام الواجبي لهذا الورش المجتمعي الكبير المتعلق به بعد عبر مسطرة التشريع عن طريق البرلمان أي عن طريق ممثلي مجتمعنا المغربي. أي أسرة نريد وأي قاسة اتحاديات ومنتدى المناصفة والمساواة ينظمان ندوة مشتركة حول مدونة الأسرة. نعتبر هذه الندوة بداية العمل المشترك ما بين نساء الاتحاد الاشتراكي ونساء التقدم والاشتراكية. مدونة الأسرة بالنسبة لنا والتغييرات التي نريدها على هذا القانون هي مركزية في علاقتنا كحزبين، لأن لدينا تطابق في العديد من المطالب فيما يخص هذا الإصلاح. نريد معا إلغاء تزويج الطفلات، نريد معا تحديد الزواج في سن 18 سنة، نريد معا أن تكون الولاية القانونية مشتركة بين الأبوين خلال مرحلة الزواج وإلى قدر الله وقع الطلاق. نريد معا أن نعطي فرصة كبيرة لمسطرة الصلح، ولا تكون مسطرة الصلح مسطرة مستعجلة بما لا يمكن لا يمكن معها إنقاذ الزواج من 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 من, أف من إمكانية الطلاق. أيضا نريد معا أن نعطي قيمة كبيرة لمفهوم صلة الرحم داخل المدونة، لأن نعتبر المدونة الحالية لا تعطي لهذا المفهوم حقه التربوي والاجتماعي والنفسي بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل. نريد معا أيضا إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية التي نعتبرها هي مادة فوق مدونة الأسرة ولا تستجيب إلى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. نحن أيضا مع إلغاء التعدد بكل وضوح. رشيد روكبان، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية. اليوم هذه الندوة المنظمة بشكل مشترك ما بين منظمة النساء الاتحاديات، المنظمة الموازية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومنتدى المناصفة والمساواة، المنظمة الموازية لحزب التقدم والاشتراكية. هذه الندوة تأتي في إطار الورش المجتمعي المفتوح من أجل إصلاح مدونة الأسرة. هذا النقاش المجتمعي اليوم يتطلب من مختلف المتدخلين، مختلف الفاعلين المساهمة من خلال تقديم اقتراحات وتصورات بشأن المداخل الأساسية لإصلاح مدونة الأسرة. مدونة الأسرة بعد هذه المدة الزمنية، بعد دستور 2011، بعد الاختلالات التي شابت تطبيق عدد من مقتضياتها، بعد المشاكل والصعوبات المرتبطة بمجموعة من القضايا المتعلقة بمجال الأسرة، أصبح لزاما علينا أن نجد المداخل الأساسية لإصلاح مدونة الأسرة بما يخدم الأسرة، بما يخدم حقوق المرأة، حقوق الأم، بما يخدم حقوق الأطفال، وما يخدم حقوق الزوج أيضا. كل مكونات الأسرة اليوم مفروض أن المدونة تتسهر وتوفر الحماية القانونية اللازمة لها.